نكمل يا باشمهندسين. دايرة الفول ويف بريدج ريكتيفاير في حالة الار ال لوب. دايرة البريدج انت شفتها قبل كده، انت عارف ان انت في دايرة البريدج. خلي بالك انا بشاور على فين، دايود واحد ودايود اتنين اللي انا مشاور عليه، دول بيكونوا فورورد طول ما الفي اس اكبر من الصفر، يعني من صفر الباي، ودايود تلاتة ودايود اربعة بيكونوا فورورد طول ما الفي اس اقل من الصفر، يعني من باي لاتنين باي. انت شفت الدايرة دي قبل كده، تمام؟ هنشوف دلوقتي في حالة الـ RL load هل الدايرة دي التشغيل بتاعها هيختلف في حاجة ولا لأ. تعالوا نبدأ مع بعض كده من صفر الباي. من صفر الباي دايود واحد ودايود اتنين فورورد، جهد الـ V output اللي هو الجهد ما بين النقطة اللي فوق هنا والنقطة اللي تحت بيساوي ايه؟ انت عندك دلوقتي دايود واحد لما يبقى هنا شورت سيركت، فنقطة الموجب بتاعة الـ V output هي نفسها موجب الـ VS، ودايود اتنين شورت سيركت، فالسالب بتاع ال VS متوصل على سالب ال V output. معناها ان انا عندي من صفر الباي دايود واحد واتنين شغالين وال V output بيساوي VS. خلاص، ده كلام كان بيحصل في حالة ال R loop. طيب دلوقتي بعد الباي المفروض ان ال VS بقى اقل من الصفر، هل دايود واحد ودايود اتنين هيفصلوا ولا هيكملوا شغل؟ تمام، زي حال ايه، هيفصلوا زي حالة ال R load ولا هيكملوا شغل بسبب وجود الملف؟ اللي ممكن يجبر الدايود ان هو يشغل بعد يفضل مشتغل بعد الباي هو ان يكون عندي مفيش مسار تاني لتيار الملف. عند الباي تيار الملف كان لسه مشحون، خلي بالك انت بعد شويه لما هتشوف التيار هتلاقي عند الباي لسه في تيار في الملف، لكن لما دايود واحد واتنين يفصلوا هل التيار ده ليه مسار تاني؟ تمام، تيار الملف كان ماشي لتحت اهو يا باشمهندسين. تمام، انت عارف بقى دلوقتي ان عند الاوميجا تي بتساوي باي، دايود 3 ودايد أربعة مالهم؟ بيتوصلوا، بيبقوا فورورد، والحاجة دي uncontrolled يعني هتحصل تلقائيا. عند الأوميجا تي بتساوي باي 3 و4. السؤال التاني بقى دلوقتي، هل التيار بتاع الملف يقدر يرجع فيهم بنفس اتجاهه؟ ما خلي بالك تيار الملف ما ينفعش يتغير اتجاهه، لازم يحافظ على اتجاهه ويقل. خلاص، هل يرجع في 3 4؟ شوف تعالى بص كده هتلاقي التيار ماشي لتحت، يجي هنا كده خلاص اتنين بقى اوبن سيركت ما يقدرش يرجع فيه، يرجع في دايود اربعة ويعدي على المصدر بالاضافة لدايود التلاتة. ده يقدر كده ان هو يرجع فين؟ يقدر يرجع في دايود اربعة وتلاتة بنفس اتجاهه. خلاص، يبقى كده فعلا عند الاوميجا تي بتساوي باي، واحد واتنين هيفصلوا، تلاتة واربعة هيوصلوا، والتيار يعدي على دايود تلاتة واربعة. خلاص، طيب يبقى من باي لاتنين باي دايود تلاتة ودايود اربعة هما اللي موصلين. دايود تلاتة بيخلي سالب الفي اس متوصل على موجب الفي اوت، ودايود اربعة بيخلي موجب الفي اس متوصل على سالب الفي اوت، يبقى الفي اوت بيساوي سالب الفي اس. عشان كده انت هتلاقيه عندك لفوق، الفي اوت لفوق من باي لاتنين باي، اللي هو انت دلوقتي نفس الخرج بتاع البريدج ريكتيفاير في حالة الار لود. واضح كده يا باشمهندسين؟ يبقى كجهد مفيش اختلاف في حاجة. واضح كده؟ يبقى من باي لاتنين باي دايود واحد واتنين شغالين، تمام، الملف واخد تيار بيجيله من المصدر. عند الاوميجا تي بتساوي باي، دايود واحد ودايود اتنين هيفصلوا ومفيش مشكلة، وتيار الملف هيكمل بنفس اتجاهه من عند نفس القيمة اللي كان انتهى عندها، بس من خلال دايود تلاتة ودايود اربعة. واضح كده لحد دلوقتي؟ لو انا بقى هبص على شكل تيار الملف هتلاقي ان انت عندك من صفر لباي، طبعا التيار كان بادئ من الصفر، تمام، بيزيد. عند الاوميجا تي بتساوي باي بدأ التيار ايه؟ بدأ التيار يرجع من الايه، من دايود 3 ودايود 4، فالتيار بقى في حالة كونتينيوس. طبعا كونتينيوس ولا ممكن يوصل لصفر؟ لا، هو مش هيوصل لصفر خلاص، هو بيتغير اتجاه ايه ما بين دايود واحد واتنين وتلاتة واربعة، يعني في الموجب ما بين واحد واتنين، في السالب ما بين تلاتة واربعة، وبيبدأ التيار يتغير ما بين قيمة ماكسيمم وقيمة مينيمم من غير ما يحصل ديستشارجنج لمين؟ ديستشارجنج للملف. يعني احنا دلوقتي الحتة اللي في الاول دي مش هتتكرر تاني، دي كانت بالنسبة لك الترانزيانت ومش هتتكرر تاني، يفضل التيار موجود، تمام. وطبعا دي حاجة كويسة، هو كده التيار شكله بقى اقرب للساين. القيمه المينيمم والقيمه المينيمم اللي هي النقطه دي والقيمه الماكسيمم اللي التيار بيتغير ما بينهم، القيمه دي معتمده على قيمه الملف وقيمه المقاومه، يعني هو مخزن انرجي قد ايه وهيحصل له ديسيبيشن للانرجي بمعدل قد ايه. خلاص، طبعا انت عارف ان كل ما قيمه الملف هتزيد كل ما الفرق ما بين المينيمم والفاليو، مينيمم فاليو والماكسيمم فاليو هتقل، وممكن التيار ده يوصل
لتقريبا دي سي كارنت بيور دي سي كارنت. لو انا عايزه ابص على تيار المصدر، تيار المصدر احنا كنا رسمناه قبل كده في حاله الار لود. تيار المصدر في الفول في من صفر الباي بيكون هو نفس الاتجاه بتاع اي دايود واحد وتيار الاوت وتيار دايود اتنين. بيبقى الاي في من صفر الباي الاي اس بيساوي اي دايود واحد بيساوي الاي اوبوت بيساوي الاي دايود اتنين. عشان كده انا من صفر الباي رسمته نفس شكل الاي اوبوت فوق. من باي لاتنين باي تيار المصدر بيساوي سالب تيار دايود تلاتة ودايود اربعة. لو انت لو انت فارض اتجاه لتيار السبلاي هتلاقي ان هو عكس اتجاه تيار دايود تلاتة ودايود اربعة. عشان كده انا خدت تيار الاوبوت ورسمته لتحت من باي لاتنين باي. خلاص، فيبقى انت دلوقتي عندك تيار الاوتبوت هو اي سي كارنت ولكن مش ساين. تمام، ظهر فيه هارمونكس بسبب ايه؟ بسبب ان الحمل بقى ار ال لود. ده شكل التيارات. انا هنا دلوقتي عملت لك السيميوليشن بقيمه اكبر قيمه اكبر للال. خلاص، قيمه الال زادت فالحمل هنا بنسميه هايلي اندكتيف لود. اللي بالازرق ده كان تيار الاوتبوت في حاله الهايلي اندكتيف لود. انا قلت لك ان هو بيتغير ما بين قيمه مينيمم وماكسيمم. تمام، لا ده ما بقاش، ما بيتغير المينيمم والماكسيمم. الريبل فاليو للكرنت قلت جدا فالتيار وصل تقريبا لقيمه ثابته هنا بنسميها الاي اي. تمام، يبقى في حاله الهايلي اندكتيف لود تيار الاوتبوت بيبقى تقريبا دي سي فاليو، وتيار المصدر بيتغير ما بين الموجب والسالب. بس خلي بالك ما بقاش دالت ايه، ما بقاش دالت ساين. تيار المصدر دلوقتي انت لو عملت له الفورير اناليسز بقى دالة فيها هارمونكس. تمام، عندك مسألة بيتكلم عن سنجل فيز بريدج ريكتيفاير بتغذي هايلي اندكتيف لود بتيار قيمته اي افريج. تمام، اول مطلوب عندك هو ان انت تحسب الانبوت باور فاكتور بطريقتين مختلفين. اول طريقه هنشتغل بيها، الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها على طول، انت عارف ان الانبوت باور فاكتور هو عباره عن ايه. انا بحسب الباور فاكتور للمصدر، يبقى الاكتف باور على الابيرنت باور من ناحيه المصدر، يبقى البي انبوت على الاس انبوت. الاكتف باور للمصدر هي نفسها الايه، الاوتبوت باور بتاعه اللود. تمام، لان احنا عارفين ان دايره الباور الكترونيك ايديال. تمام، يبقى البي انبوت اقدر اشيلها واحط مكانها الاوتبوت باور على الاس انبوت. تمام، الاوتبوت بقى الاوتبوت باور دلوقتي هتتحسب ازاي؟ انت لو بصيت هتلاقي ان الجهد واخد شكل الريكتيفاير. تمام، اللي هو الفول ويف ريكتيفاير، فعباره عن افريج فاليو وار ام اس فاليو. لكن لما انا بكلمك عن حاله هايلي اندكتيف لود التيار كله بيور دي سي. خلاص، فعشان كده الاكتف باور بتاعه اللود بنعملها على انها دي سي باور. فعشان كده الاوتبوت باور بنحسبها بقانونك اللي هو الاوتبوت كافريج فاليو في الاي افريج، يبقى الفي افريج في الاي افريج. الفي افريج طبعا انت حاسبها قبل كده اللي هي 2 في ماكسيمم على باي. القانون ده احنا كنا مستنتجينه في حاله البريدج ار لود. تمام، الاي افريج دي اللي هي تيار الاوتبوت. المقام عندك الاس انبوت. تمام، الاس انبوت هي عباره عن الفي اس. وخلي بالك شايف تيار المصدر دلوقتي. تمام، تيار المصدر بيتغير ما بين موجب وسالب. لو انت بتحسب له الار ام اس فاليو، احنا عارفين ان الار ام اس هي عباره عن ايه، عن مربع الداله، تكامل الجذر التربيعي لتكامل مربع الداله. لو انت ربعت السالب ده يطلع فين؟ يطلع فوق. يبقى كان تيار الاوتبوت دلوقتي ماله، كان تيار الاوتبوت عباره عن دي سي كارنت برضو. فالدي سي كارنت انت عارف ان الافريج فاليو بتساوي الار ام اس فاليو بتساوي القيمه اللي اسمها الاي اي. فعشان كده المقام بيساوي الاي اي. ما تعرفش حاجه زي كده روح اعمل التكامل لتيار الاوتبوت. تمام، انت شايف ان تيار الاوتبوت بيتكرر كل 2 باي، يبقى انا هقول الجذر التربيعي 1 على 2 باي، تكامل في النص الموجب اي افريج وفي النص السالب سالب الاي افريج. خلاص، الكلام ده هيطلع لك ان الاي اوتبوت كار ام اس هو نفسه الاي اي. هتعوض فيطلع ان الباور فاكتور هو 2 جذر 2 على باي. واحنا عارفين طبعا ان الباور فاكتور دايما لاجنج باور فاكتور. الطريقه الثانيه في حساب الانبوت باور فاكتور ان انا لما هاجي هعوض عن البي انبوت، اللي هي انا واقفه هنا دلوقتي عن الطريقه الثانيه، لما هدور على البي انبوت انا هبص من ناحيه المصدر. تمام، واحسب الباور، مش هحسبها من ناحيه اللود. طيب انا لو بحسب الباور من ناحيه المصدر، ادي جهد المصدر اهو، جهد المصدر هو عباره عن داله ساين. تيار المصدر لا مش ساين، امال ده تيار سكوير.
التيار ده لو انا عايز احسب الباور، خلي بالك ان الباور بتتحسب ازاي بالنسبه للاي سي سورس، تمام؟ جهد في تيار في كوزين فاي، في ار ام اس في اي ار ام اس في كوزين الزاويه فاي، ده هيبقى صح لو كان ايه، لو كان تيار المصدر ساين ويف، يبقى انا ببص فعلا بقول في ار ام اس في اي ار ام اس في كوزين فاي، لكن دلوقتي التيار مش ساين. فنقوم عاملين ايه الطريقه التانية دي عشان اقدر احسب الباور والتيار مش ساين، يبقى انا محتاجه ارجع التيار للساين. هرجعه ازاي؟ هعمل له فورير اناليسيس، هعمل فورير اناليسيس لتيار المصدر واقدر اوصل لحد لما اوصل لمين، لحد لما اوصل للفاندامنتال كارنت. خلاص الفاندامنتال كارنت ده هو اللي بنحسب منه الاكتف باور. انت عارف ان الباور بتتحسب ايه، جهد في تيار. لما بتاخد الباور على انها جهد في تيار، يبقى الجهد والتيار الاثنين بنفس التردد. عشان كده لما بناخد من التيار بناخد الفاندامنتال كومبوننت بس، ماليش دعوه بالهارمونكس اللي بعد كده، تمام؟ يبقى انا دلوقتي في الطريقه الثانيه علشان اقدر احسب الاكتف باور للمصدر، تمام؟ هنبص على تيار المصدر، نقوم عاملين ايه، نرجعه نعمل له فورير اناليسيس عشان ناخد الفاندامنتال كومبوننت بس ونحسب منها الاكتف باور. وانت بتحسب فورير اناليسيس، الايه فورير اناليسيس عباره عن معاملين اساسيين الاي والبي، تمام؟ انا مش عايزه الاي ان، انا عايزه الاي واحد بس. الاي واحد قانونها، خلي بالك القانون ده قانون فورير، 2 على تي تكامل من صفر لتي اي اس كوساين سيتا دي سيتا. اي اس اللي هي داله التيار، كوساين سيتا دي موجوده بسبب قانون فورير، انا ماليش دعوه بيها، يعني هي دي تبع القانون دي سيتا. لو انت بتبص على تيار المصدر بيتكرر كل 2 باي، فالتي هنعوض عنها ب 2 باي، بس ما ينفعش نعمل التكامل على مره واحده، هنقول التكامل من صفر الباي الداله اي اي كوساين سيتا دي سيتا، ومن باي ل 2 باي هي سالب اي اي كوساين سيتا دي سيتا، او كنت ممكن تقول 2 في التكامل من صفر الباي، هيطلع لك ان الاي هنا بزيرو. وده طبعا انت كنت عارف ان الاي دي اصلا هي بتمثل الافريج فاليو للتيار اللي انت كنت عارف من الاول انها بتساوي صفر. طيب البي ده برضو قانون فورير، 2 على تي تكامل من صفر لتي اي اس في ساين سيتا دي سيتا. لو انت عملت التكامل بنفس الطريقه اللي انا عاملاها فوق كده هيطلع لك 4 اي اي على باي. معامل فورير، بعد ما بتحسب الاي واحد والبي واحد تقدر تحسب حاجه اسمها السي، السي اللي هي الجذر التربيعي لاي واحد وبي واحد، اللي هي بتمثل ايه بقى؟ السي دي بتمثل عندك البيك فاليو للفاندامنتال كارنت، البيم اللي هي الاي بيك، تمام؟ فيبقى الفاندامنتال كارنت البيك فاليو بتاعته هي 4 اي اي على باي. زاويه الفاندامنتال كومبوننت هي عباره عن كوزين ماينس 1 اي على بي اللي هي زاويه 0. الحسابات دي كلها حسابات فورير انا ماليش دعوه بيها، خلاص؟ امال بقى انت ليه يهمك هنا بقى بعد ما حسبت الفورير اناليسيس للتيار الاكتف باور بتجي ازاي، تمام؟ الاكتف باور بتيجي من جهد في تيار في كوزين الزاويه. اتفقنا ان التيار مش ساين، فقمت انا مرجعاه للساين، وبعد كده اخد ايه، وبعد كده اخد الفاندامنتال كومبوننت من الايه، الفاندامنتال كومبوننت. عشان كده الانبوت باور هنحسبها عباره عن الفي انبوت في الاي في كوزين الفاي. الفي هو اصلا كان ساين، فالار ام اس بتاعتك هي الماكسيمم على جذر 2، ما فيهاش مشكله، يبقى اصلا جهد المصدر هو ساين، فالار ام اس فاليو ليها هي الماكسيمم على جذر 2. بالنسبه للتيار الاي ار ام اس للفاندامنتال كومبوننت هي عباره عن البيك فاليو للفاندامنتال كومبوننت اللي هي فوق دهيت، اللي هي ال 4 اي باي اي على باي على جذر 2. يبقى الاي اس 1 دي اللي هي بتيجي منها اللي بيتحسب بيها الباور هي عباره عن الار ام اس فاليو للفاندامنتال كارنت. الار ام اس فاليو للفاندامنتال كارنت هي عباره عن البيك فاليو للفاندامنتال كارنت اللي هو كان سي 1 بحسابات فورير. البيك فاليو على جذر 2 يديلك الار ام اس فاليو، كوزين الفاي كوزين الصفر يديلك 1. فمن هنا قدرت تحسب الاكتف باور، وتقدر من هنا تحسب الباور فاكتور بنفس الطريقه، او اللي انت هتعوض اهو في القانون البي انبوت على الاس. احنا عارفين ان الاس بتساوي الفي ار ام اس في الاي ار ام اس اللي هو اي اي، فيطلع 2 جذر 2 على باي نفس الحسبه اللي فاتت. يبقى الاختلاف ما بين الطريقة الأولانية والطريقة التانية اللي أنا استخدمتهم في حساب الباور فاكتور، الطريقة الأولانية أنا بحسب الانبوت باور بدلالة الاوتبوت باور، خلاص؟ الطريقة التانية أنا بحسب الانبوت باور بدلالة الفاندامنتال كومبوننت للانبوت كارنت أو للسبلاي كارنت. المطلوب التاني بعد كده عايز منك الديسبليسمنت فاكتور للانبوت كارنت اللي هو التيار المصدر. الديسبليسمنت فاكتور هو عباره عن ايه، هو عباره عن الفيز شيفت
ما بين الفاندامنتال كومبوننت للسبلاي كارنت وما بين اللي هي السبلاي فولتج اللي هو الفي اس العادي. خلاص يبقى الفيز شيفت ما بين الفي اس والفي والاي اي والاي اس. خلاص الفيز شيفت اللي انت دلوقتي كنت حاسبه بفرير اللي هي الزاويه اللي اسمها فاي واحد، لو حسبت كوساين الفاي واحد فيبقى ده كده اسمه ديسبيسمنت فاكتور. يبقى الديسبيسمنت فاكتور بيعبر عن الفيز شيفت ما بين الفولتج السبلاي فولتج والفاندامنتال سبلاي كارنت. في عندك معامل كمان طلبوا منك حاجه اسمها الانبوت هارمونيك فاكتور. احنا اتفقنا دلوقتي ان تيار المصدر داله سكوير، في الاصل المصدر ده اي سي سورس، الاي سي سورس كان المفروض يكون تياره على شكل ساين نفس شكل الجهد. طيب معنى ان هو ما طلعش ساين معناها ان هو ايه، ان هو عباره عن فاندامنتال كومبوننت وشويه هارمونيك. يعني انا دلوقتي الداله السكوير دي لما بتحللها لفورير، لما بتحللها بفورير بتبقى عباره عن تيار بتردد 50 زي المصدر بالاضافه للهارمونيك كومبوننت. فعشان كده في طبعا ده كده بالنسبه لك هو عيب للمصدر، انت دلوقتي بتسحب منه تيار على قد الباور، على قد الاكتف باور اللي هو الفاندامنتال كارنت، هو ده بس اللي بيشارك بباور. كل الهارمونيك هي بتعمل لوسز تمام بالنسبه للسبلاي، فده كده كفاءه التشغيل بتاعه المصدر قلت. عشان كده في معامل مهم عندك ان انت تبقى عارفه، وبرده المعامل ده فايدته الاستاندر هو اللي يحكم ما بينك وما بينه. يعني هو دلوقتي الاستاندر يحكم عليك ان الهارمونيك فاكتور ما يزيدش عن قيمه معينه. طب المعامل بتاع الهارمونيك ده بيجي ازاي؟ القانون بتاعه الجذر التربيعي اي اس على اي اس واحد. هتبص كده في البسط هتلاقي ايه الار ام اس لتيار لتيار المصدر اللي هو الاي اس دي، انت بتاخد في اعتبار ايه الاي اس دي هي عباره عن مجموع الفاندامنتال بالاضافه لمين؟ بالاضافه للهارمونيك، اما المقام هي الفاندامنتال بس. واضح كده؟ يبقى النسبه بتاعه الهارمونيك من الفاندامنتال، يبقى الهارمونيك فاكتور من اسمه هو بيعبر عن قيمه الهارمونيك بالنسبه للفاندامنتال. طيب لو انت فاكر القانون ده يشبه قانون مين؟ الريبل فاكتور. الريبل فاكتور برضو كان بيبقى البسط عباره عن الفي اي سي والمقام الفي دي سي اللي هو كان بيعبر عن قيمه الريبل بالنسبه لمين؟ بالنسبه للدي سي فاليو او للافريج فاليو. تمام؟ فاحنا دلوقتي بس ايه الفرق بقى ما بين الريبل فاكتور والهارمونيك فاكتور؟ كلمه ريبل فاكتور بتتقال على الدي سي خارج اللي هو الخارج الدي سي، عشان كده كنا بنقولها على خارج الريكتيفاير باعتبار ان الجهد ده كان اصله دي سي فبنسميه ريبل فاكتور. اما قيمه الهارمونيك فاكتور بتتقال على الاي سي اوت، عشان تيار المصدر في الاصل اي سي فبنسميه الهارمونيك فاكتور. خلاص فالمعامل دوت لو انت بقى عايز تعوض في البسط عن الاي اس اللي هو الار ام اس فاليو للتيار ده احنا حسبناها مره اللي هي اي اي، والمقام الاي اس واحد واتفقنا ان هي عباره عن بتيجي من فورير سي واحد على جذر اتنين، لان السي دي هي البيك فاليو للفاندامنتال هتقسمها على جذر اتنين عشان تحسب الار ام اس. هتعوض هيطلع معاك ان الهارمونيك فاكتور 48 من 100. ده كده بالنسبة للفول ويف بريدج ريكتيفاير في حالة الار ال لود.